خليني طب اخد معايا على التليفون الحاج عامر حسين، عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم والمشرف على لجنه المسابقات او مسابقه الدوري الممتاز. حاج عامر مساء الفل. مساء الفل يا حمد، ايه اخبارك؟ ايه كله تمام؟ تمام الحمد لله، كله تمام الحمد لله. انا بقى التقطيع دي هتشتغل لك الفتره الجايه، خد بالك. دي بقى لها 8 سنين 10 سنين كده. هنسميه دوري دي مرة حصلت مرتين في سنة واحدة، بس بالعكس بقى. لا والله خد بالك لا هنسميه والله، كان الأهلي وصل لنهائي أفريقيا، فكان بيتأجله في الدور الأول، وبعدين الاتحاد الأفريقي قلب المواعيد عشان يعمل زي أوروبا، راح عمل البطولة الجديدة بدل ما يبدأ شهر 3، بدأها شهر 11، آخر 11 بعد النهائي على طول بتاع أفريقيا اللي كان الأهلي لعبه. فلعب الاهلي وخرج الاهلي بدري، اوكي. الزمالك هو اللي كمل، فبيتأجل للزمالك. اوكي. فانا خدت اتهام الدور الاول للاهلي مجامله للاهلي، وخدت هجوم الدور الثاني مجامله الزمالك. الوقت انت بتجامل بيراميدز هتأجل ماتش الاهلي. والله لو رجعنا شويه الموسم دوت اتأجل لبيراميدز مع الجونه، كان نفس الوضع برضه، عنده مباراتين خارج ملعبه. بس مفيش بيانات دي بقى، مفيش بيانات دي. كانت في هدوء. مش كده؟ كانت في هدوء خالص. طبعا. ما انا بقول وهو بيراميدز. والزمالك اتأجل له، كان عنده ماتشين برضه في افريقيا ورا بعض. والاهلي بيتأجل له، وهي اللائحه بتطبق يعني بالحرف يعني. طيب تمام، اللي هو 4 ايام لو الماتش بره وثلاث ايام لو الماتش جوه. تمام. فمنطقي تأجيل مباراة طلائع الجيش للأهلي ومنطقي تأجيل مباراة الأهلي لبيراميدز. الأهلي وبيراميدز اللي فيها التكة إن الأهلي، إن البيراميدز هيلعب بره. الأهلي يلعب بره 23. بس الأهلي عنده 4 أيام ما عندوش مشكلة. وبيراميدز هيلعب 24. هيلعب يوم 24، فهو اللي عنده الثلاث أيام من حقه. فتصرف إن المباراتين المباراة مع بعض. بس اللائحة تنطبق هنا على بيراميدز مش على الأهلي في الماتش اللي بينهم. ما لازم الاعب بيراميدز ما اقدرش العبه 27، ما انا فاهم 28. بس الاهلي كان يلعب الخامس يوم وبيراميدز على رابع يوم، يبقى 28. لكن بقى الاتحاد الافريقي عمل مباراه الاهلي يوم واحد والبيراميدز يوم اثنين، وبيراميدز يوم اثنين. اوكي، فما تنطبقش على الاهلي في المباراه الثانيه، لانه هيبقى يوم ويوم. انا عندي ليك راي. اتفضل. خد الفرقه اللي هتلاعب نادي بيلعب في افريقيا معاه في الطياره، يلعبوا في البلد اللي رايحها. يعني مثلا لو الاهلي يعني مثلا لو الاهلي عنده ماتش مع امبي، وعنده ماتش بره زي كده مع شباب بلوزداد، ركب امبي معاه من الطياره يلعبوا الماتش هناك عشان تستفيد باليوم الفرق. ما بيروحوا، ما كله بيسافر في طيارات خاصه دلوقتي. الطياره بتبقى فاضيه يعني. هياخدوهم يلعبوهم فين؟ مفيش ملعب. لا 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 لا، نكلمك الاشقاء في كل حته ونعادي، بس عشان التأتأة اللي مش هنخلص منها دي. يقول لك ان الاهلي لعب 6 ماتشات فقط في الدوري هذا الموسم. طيب حاج عامر، ايه الخناقه اللي بينك؟ مش ميزه على فكره يعني. ما مش ميزه، الاهلي لعب 22 مباراه. كل دوت هيبقى ضغط بعد كده معاك. غير الضغط، ما هو طبعا ضغط، لان انت لما بتلعب يعني بعدد مباريات. الانديه لعبت 11، الانديه لعبت 11 مباراه. انت لعبت كل اسبوع، كل 10 ايام. طبعا مباراة. غير لما بتلعب كل 3 ايام ومضغوط. غير بقى اللي هيتأجل له طبعا، وغير صراع النقطة وصراع الفوز كده. وهتخسر والنادي التاني مستني، او النادي كسبان فقاعد مستني، فرق نقط قليل، يعني كل دي ضغوط طبعا. طبعا. بس هي دي العادة، ده طبعا عندنا. انما يا حاج عامر، انت ايه الخناقة اللي بينك وبين النائب احمد دياب؟ وانتوا الاتنين اصدقائي، فمش عايز يعني اخد يعني اخد. انا يمكن الوحيد اللي انا ما اتخانقتش معاه لغاية دلوقتي في الكورة يعني. ده انتوا الاتنين 30 يوليو ولا مش 30 يوليو؟ بوظت لك انا اللعبه. لا ليه؟ بقول لك ده انتوا الاثنين اصحابي. بعدين اصل انا حرقان احمد دياب دلوقتي على 30 يوليو اللي هو قالها على فنجان قهوه مع اصل احمد دياب معايا في المجلس. طب ما هي هتيجي على دماغي انا. حرقانه على فنجان قهوه في بهو المجلس الشيوخ. هو دماغه عنيده. انا حراهنه دلوقتي على الهوا. هو دماغه عنيده فمصمم على 30. ما هو ماشي ازاي؟ وانا بحب ادي فرصه لنفسي براح اكتر عشان ما تتمسكش عليا معاك. لا وانت جاي لك الكابتن حسام حسن بقى، يعني اكيد عايز براح شويه. ثم ما فيش الا في الفتره دي الا ارتباطين بس، اجندتين. الاجندات كلها كانت في بدايه الموسم
مع فيتوريا. ما انت عندك ما عندناش الا شهر 3 وشهر 6 اجندتين بس. ما انت عندك دلوقتي حاجة. انت عندك خد بالك اجنده مارس ويونيو هما اتنين. ما هو ماشي، واحده وديه وواحده رسميه. الكابتن حسام في ظل ان هو متولي لسه الاداره الفنيه جديد، يمكن عايز ياخد كام يوم زياده في معسكره، انا ما اعرفش لسه الافكار ايه يعني، بس اكيد الكابتن حسام بطبيعته خلينا في موضوعنا بس هيبقى عايز كده. ما انت اكيد قعدت وسمعت. انا قفلت لك موضوع بتاع النائب هتخش لا انت ما قفلتوش. لا قفلته فين؟ انا قلت لك عمرنا ما اتخانقنا يعني. مالناش دعوه بالخنقه، انا بالخناقه. انا بسالك سؤال. هو عايز الدوري يخلص 30 يوليو. وانت قلت مش هينفع يخلص 30 يوليو، بس انت واقعي اكتر. والنائب احمد دياب دخل معاك تحدي لانه قال لك ايه بقى؟ بعد التعديل الاخير دوت لازم اراجع ان ممكن ما نوصلش ننهي 30. انما التعديل الاخير يعني. التعديل الاخير هيخليك ما توصلش، صعب 30. انما هنحاول يعني. بس خد بالك هو بيتحدى. ما هو بيتحدى بناء على الحوار بينه وبينه. اهو ان شاء الله سينتهي في موعده، ولو اختلف الامر سيكون ايام مستعد للحساب على هذا الكلام. ايوه عشان انا بعت له الجدول هو مطمن. طب انت بالذمه الجدول اللي بعته لي يخلص كام؟ 4 8 ولا كام؟ وانا بحب بدل الفرصه. طب انت عامل الجدول يخلص 10 8 عشان الطوارئ. انا سمعت ان انت عامله يخلص 10 8 حاجه كده. لا ما تكحش يعني، بلاش اكح كمان. يعني لا احنا يعني خلي بالنا الصراحه بقى. انت بقول لك الصراحه الجدول انت حضرتك اللي انا عرفته ان انت ماشي زي ما هو اللي انا بعته ومفيش بقى حاجه جديده. بس انت النص الاولاني من 8 مش اخر 7. ما طلعناش حاجه بطوله غير السوبر والكاس بره، ما طلعناش حاجه تانية الحمد لله يعني. هيبقى 7 ان شاء الله. لو ما طلعناش حاجه تانية بره السوبر ايه ده؟ السوبر ده يعني بتلعب. ما جابش اي حاجه جديده يعني. السوبر ده بيتلعب السنه الجايه. احنا السنه دي لعبنا السوبر بره. ايوه بس ده السوبر ده بيتلعب في الموسم الجديد، مالناش علاقه. واربع فرق وبعدين لعبنا الكاس. ايوه ايه علاقه الدوري ده بالسوبر؟ السوبر ده لسه المواعيد كلها. السوبر لسه اقصد قدام. انا بقول لك ما يطلعليش اي حاجه جديده يعني. انت عامل تصور للجدول هيعمل يخلص فعلا في النص الاولاني من 8؟ لا لا انا والله عرفت كده. لا لا ما عملتش كده؟ لا لا يعني انت دلوقتي انا ما نزلتش الا الاسبوع ال 30 الجوله 30 في الاسبوع الاول من 7 لان اخر 4 جولات لازم يخلصوا مع بعض نشوف مين الفرق المتنافسه ومين الفرق المهدده بالهبوط عشان يلعبوا في توقيت واحد. حلو. طب سؤالي حضرتك مصر ان هو بعد 30 ولا هتتراجع وتبقى زي ما قال احمد دياب؟ لا خلاص هبقى معاه ضدك انا وهو ضدك. حلو حلو ده كده بالعكس ده كده احسن لان انتوا الاثنين يعني خلي الرهان مع اثنين. انتوا الاثنين هتخسروا. خلاص احنا روح جماعيه وهنتحمل مع بعض. لا ده فنجان قهوه مش محتاجه تتعامل مع بعض. احنا مع بعض يعني. بس انا كده داخل معاك رهان اهو على الهوا. احنا الاثنين هعد لك دي في شهر يوليو. مش معانا احنا الاثنين؟ انتوا الاثنين انت واحمد دياب، بس انا هعد لكم دي في شهر يوليو. خد بالك ماشي ماشي. المداخله دي الشباب اهو يكتبوها في ورقه عشان ده هعدها في شهر يوليو. انا بقول لك الدوري هيخلص في النص الاولاني من 8، سيادتك بتقول لا 30 7 زي ما احمد دياب قال. بس هتطلع تعترف ان شاء الله. هعترف. انت كان معاك حق او انا قلت حلو كده؟ انا غلطان. هقول لك انا غلطان. انا فير في الحاجات دي. طيب بس باستثناء لو ما حصلش حاجه جديده. لا ماليش فيه اي حاجه جديده. ماليش فيه. هو في رهان؟ مفيش رهان، في استثناء. رهان مفيش رهان. حاجه لا يا فندم. النائب احمد دياب قال لك مستعد للحساب، عايزه يتحاسب ولا تخلص له الدوري في 30 يوليو؟ انا بقول لك لو ما حصلش حاجه جديده. وبعدين الايام اللي جايه ما الله اعلم اي حاجه استثنائيه يعني. بقول لك حاجه يعني عاديه. حاج عامر اي حاجه استثنائيه. حاج عامر انا شامم في احمد دياب كده حاجه في المستقبل. الايام اللي جايه ممكن تبقى مختلفه بعد شهر 7. والله انا لازم راجل بتعامل معاه باخلاص ومع الرابطه. لا رابطه مين بقى ده بعد؟ بقول لك بعد شهر 7. بعد شهر 7 والكلام في بطن الشاعر. انما خليني في اللي احنا فيه. انت ادرى بقى ما اعرفش. طب ماشي يا حاج عامر. عموما ربنا يوفقه طبعا في اي حاجه يعني. طيب هسالك عن الكاس اللي اتقدم ليوم 8 بدل 13، هل ده معناه انه
في ماتشات هتتلعب بعديه في المسابقه المحليه في الدوري، ولا معناه ان ممكن الكابتن حسام حسن المعسكر بتاع المنتخب يتبدر شويه عن ميعاد الاجنده الدوليه؟ لا ممكن يتبدر يومين. مش كده؟ ممكن يتبدر يومين. يا بدل 16 يبقى 14 او 13 مثلا؟ لا احنا كان اخر ماتش عندنا 17. وكان المعسكر 18. لان هي الاجنده 18. يعني المحترفين في الخارج مش يجوا ل 18. حلو، يعني انت ممكن المعسكر يبقى يبدا 15 تقصد او 14؟ 16. يبدا 16. اه. يعني ماتشات 17 مش هتتلعب. تخلص 15. اخر ماتش يعني بعد الكاس النهائي نوقف 15. اه في جوله وبعدين يوقف 15. ليه مش جولتين ليه؟ انا بسالك، انا ما اعرفش، انا مش قدامي. انا بقول لحضرتك اهو، انا مش قدام الجدول. في جوله يعني الاهلي والزمالك هيلعبوا بعد نهائي الكاس ماتشين ان شاء الله. اوكي طب تمام اوكي. وال 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 زعلت انت؟ ها لا لا بالعكس والله، انا عايز الامور تمشي صح. قلقان من الرهان يروح؟ لا 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 يا باشا، انا اصل بص انا نفسي طويل. طيب يعني انا حتى لما باجي اناقش قضيه على الهوا انا نفسي طويل، خد بالك ما عنديش مشكله، بس بكسب في الاخر خد بالك. ما عشان كده ببقى مركز معاك قوي. طيب يا حاج عامر، يعني اذا النهائي الكاس يوم 8 مارس تمام. وخلاص النهائي الكاس في السعوديه، الجوائز 350,000 دولار للبطل و150,000 لصاحب المركز الثاني، وفي 100,000 نظير المشاركه، صح كده؟ دولار. تمام تمام. يعني 450 و250 المفروض 700,000 دولار يعني. يعملوا كده تقريبا. الاثنين يعني اقصد. الاثنين. تمام. الديل فعلا المقابل 2 مليون دولار؟ ده الاتحاد يعلن بقى الكلام ده. ما انت الاتحاد، ما انت انا بكلمك دلوقتي بصفتك عضو مجلس اداره انسى المسابقات بقى. لا مسابقات، هتكلم على حاجات الراحة للنادي للانديه. انت حضرتك مشرف على المسابقات في الرابطه. انما التعاقدات الخارجيه في الاتحاد ديت بقى. الاتحاد مالك ومال المسابقات في الاتحاد؟ انت في اتحاد سيادتك. يعني انت تقدر تتكلم دلوقتي نادي من الانديه تقول له عملت عقد مع الشركه بكام؟ مش هيرد عليك. مش عقد مع الشركه، انا بتكلم على معنى الاتحاد يعني. على الماتش ده. ده ماتش بيتلعب بره مصر. مبلغ كويس يعني ان شاء الله. يعني الاتحاد مستفيد مبلغ كويس. طبعا. يعني هتسددوا ان شاء الله فلوس فيتوريا، مش هيحصل لنا مشاكل. على 3 شهور ان شاء الله. بس هو خد مرتب فبراير، انا عرفت. لا ما خدش فبراير. يا سلام. ده رهان من الرهائن اللي انت قلته غلط يعني. يعني ما خدش فبراير؟ لا لا. ومضى على كده؟ طبعا هو 3 شهور على الشرط الجزائي، على 3 شهور. اوكي، لكن هو مضى انه فبراير مش هياخده ولا هيشتكي بعد كده؟ لا فبراير. مش هيشتكي. لا 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 مش هيشتكي. طب هو قبل ما يمشي مضى على الاتفاق؟ الراجل كويس، انت راجل واخد عنه فكره وحشه ليه الراجل ده؟ لا لا بقول لك والنبي حاج، انا ماليش دعوه، وانا هناسبه خلاص يعني. انا مش هناسبه، الراجل هو راجل اسوأ اداء، راجل كان المعسكر مش منضبط، راجل كان تشكيله غلط، راجل تغييراته غلط، راجل كان مصدوم طول البطوله، يعني انا في الاخر انطباعي عنه استفدنا يعني منه. يعني ده في الشغل انا ماليش علاقه بش... ما هو انا مالي انا بقى، وانا بتكلم على الحاجه الشخصيه اصلا، انا مش هناسبه، لكن في الاخر الراجل مش هيتفق على حاجه في الاخر لا يستحق، في الاخر النتيجه زيرو، يعني كل الفلوس اللي خدها والنتيجه زيرو، فما حبيتوش احبه ليه يعني؟ يعني هو راجل جاي يفيد الكره المصريه، ما فاتش الكره المصريه مع الف سلامه يعني خلاص. وبعدين وكيله اللي مسرب ان هو ممكن يشتكي، مش انا اللي بقول. هو وكيله مصري ولا اجنبي؟ والله هو عنده وكيل من الباطن ووكيل من الظاهر، عنده 2. ما اعرفش بقى. ما تخلينيش اتكلم. ما تدخلنيش في حاجه ما اعرفش. ده انت اللي بتجرجرني اهو. طب انا بقول لك ما بعرفش والله، باخد معلومات منك. بيقول لك ان هو اللي بيسرب، مش انا اللي بقول يعني انه ممكن يشتكي. لا قعدته مع الاستاذ وليد العطار انها الكلام ده كله. اهم حاجه مضى على الاتفاق ولا لا؟ هو ده اهم حاجه. اكيد اصل الاستاذ وليد مش هيطلع الاتفاق اللي منهم لما يكون حاجه رسميه. ومضى وخلاص، والشؤون القانونيه كتبت ومضى وكل حاجه. اكيد طبعا. طيب خلاص، يا احنا يعني يا سلام، مفيش بالنسبه لنا مشكله يعني. عموما يعني اقامه نهائي كاس مصر في السعوديه انا مش شايف مشكله، بعض الناس مكبره الموضوع شويه. انا عن نفسي لسببين، اول سبب ان هو بيقام في دوله شقيقه في السعوديه، واحنا هيكون لنا دور وهم ليهم دور في الترويج للنهائي الكاس يعني، وانا كانه ملعب في مصر، انا مش شايف فيها مشكله يعني. لا احنا لعبنا كام سوبر بره لا اصل الناس تتكلم على الكاس بالذات، سوبر بره اصل الناس تقول لك اقدم مسابقه في مصر
ازاي تتلعب بره؟ مش فاهم يعني ازاي؟ ايه المشكله يعني؟ مش عارف. لكن ماشي، بعض الاحيان كده كلام بيتقال والناس تردده. مش محمد دين، يعني دلوقتي الموضوع الرياضه زي ما اتفقنا قبل كده في مكالمات كتير، والاتحاد الدولي بيعمله والاتحاد الافريقي واللي بيعمله كلها بقت خلاص صناعه، وتجيب فلوس ازاي؟ مظبوط. الحاجات الادبيه والمعنويه ديت خلاص ما بقتش في الكوره، لان الالتزامات بقت كتيره جدا بالنسبه للاتحاد، التزامات المنتخبات الوطنيه كلها والسفريات حاجه رهيبه جدا. مظبوط. المعسكرات بقت حاجه صعبه جدا، صرف غير طبيعي. صرف غير طبيعي. الانديه عندها التزامات كتيره جدا. مظبوط. ومديرين فنيين اجانب في الالعاب كلها. انا بشوف الكوره يا حاج عامر في الاخر، الكوره بتصرف على الالعاب كلها في الانديه، والانديه دي بتطلع من الالعاب ديت لعيبه للمنتخبات الوطنيه. والكوره في الاخر هي مستطيل اخضر وعداله تحكيميه، طالما ده متوفر خلاص يعني. تتلعب بقى في مصر، في الامارات، في قطر، في السعوديه، في اي مكان، ما فيش مشكله. وهو ممكن يبقى لا، واكيد في السعوديه احنا شفنا يعني ما فيش مشكله، ونهايه كاس اللي السعوديه اللي عملوها كانت ناجحه جدا في الفتره الاخيره. ممكن تعملوا دعوه برضو للكره السعوديه لو اتلعب نهائي كاس السعوديه او السوبر عندهم. عندنا في يتعمل في الامارات قبل كده، الامارات جت لعبت هنا. مظبوط. الناس نسيت ان احنا في مظبوط سوبر الامارات اتلعب هنا 30 يونيو اتلعب السوبر الاماراتي. مظبوط مظبوط. حاج عامر انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. استاذ محمد دين، شكرا. اشكرك شكرا جزيلا. حاج عامر حسين، المشرف على لجنه المسابقات.